قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 8306 فلسطينيين على الأقل، من بينهم 3457 طفلا، استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر. فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 329 فلسطينيا منذ يناير، بينهم 121 منذ 7 من هذا الشهر.